الأستاذ عبد الغفور خاوة، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا. مرحبا أستاذ اعتماد، مرحبا ببرنامجك، مرحبا باهتمامك الخاص بالثقافة والمثقفين بصفة عامة. شكرا لك أستاذ عبد الغفور. روايتك الطيور تغني كي لا تموت صدرت في طبعة ثانية عن دار الرحاب. في مقدمة هذه الطبعة التي خطها الناقد والروائي الأستاذ حميد الرقاطة، هناك مجموعة من الأسئلة بدأ بها هذه المقدمة، من بينها: هل بإمكان الرواية اليوم أن تغير فضاعة العالم؟ وبودي أن أطرح عليك هذا السؤال أولا قبل أن ندخل عوالم روايتك الطيور تغني كي لا تموت أستاذ عبد الغفور. شكرا، هو حقيقة سؤال مركب محير، يمكن أن يسري على الكتاب بصفة عامة. أي لماذا نكتب أولا؟ قديما قال تولستوي: نكتب لنغير العالم. قال كافكا: نكتب كي نهجر معسكر القتلة. شخصيا أردد مع ميشيل شار: نكتب قصد أن نحب. نكتب من أجل أن يسود السلام والود والحب والوئام. نكتب كي ننشر كل ما هو جميل ونخترق كل ما هو سلبي، كي نقضي إن شئنا قدر المستطاع على بعض الشرور. هذا هو ما ذهب إليه الأستاذ حميد رقاطة، وهذا ما يؤرق كل من يكتب بصفة عامة، سواء في الشعر أو في الرواية أو في أي جنس من الكتابة. جميل ما قلته أستاذ عبد الغفور، وربما نستشف هذا الجواب من بين سطور الرواية. طيب، أعطنا أو أعطي للمستمع الكريم نظرة عامة حول الطيور تغني كي لا تموت. الطيور تغني كي لا تموت هو عنوان طويل نسبيا، يتكون من جملة اسمية خبرها جملة فعلية مرفوقة بجملة فعلية مسبوقة كأداة تفسير، أي لكي. وهنا السبب هو إظهار لماذا الغناء. إنه الرغبة في الحياة، الرغبة المناقضة تماما للموت. الغناء إقبال على الحياة وإعلاء من شأنها. الطيور تغني كي لا تموت. هذه الطيور هي كائنات تعشق الحرية، تتمرد على القفص، فالسجن بالنسبة لها يساوي الموت. وهذه الرغبة، رغبة الطيور، هي رغبة كل الكائنات أن تعيش حرة، أن تحلق بعيدا، أن لا تعيش بين الجدران. وهذا السجن هو سجن مادي ومعنوي، ثقافي، فكري، إلى آخره من السجون التي يعيش فيها الإنسان بصفة عامة. نعم، هذه هو الخلاصة العامة أو الفكرة العامة التي يمكن أن تدور في محورها أو في مربعها الرواية بشكل عام. نعم. طيب، في الرواية أستاذ عبد الغفور خاوة استحضرت عادات وتقاليد المغرب، تحديدا المغرب العميق إن صح هذا التعبير، أبرزت فنونه مثل العيطة والبادية كذلك. نعم، وأنا ابن البادية، فالبادية تسكنني بليلها الهادئ، تسكنني بسكونها، تسكنني بعاداتها وأعراسها وتقاليدها وبطيبة أهلها أيضا. بطيبة أهلها تماما. ليتنا عشنا طيبة وطيبوبة البوادي المغربية. الرواية تدور أحداثها تقريبا كلها في البادية، ولا أخفيك أستاذة اعتماد أن جزء كبير من هذه الرواية هو أحداث حقيقية، لكنها صيغت بطريقة روائية فيها طبعا بعض الزيادات والتشديدات وبعض القراءات التي أضيفت إليها، لكن المحور الأساسي هي مبنية على رواية حقيقية. البادية والوصف، البادية هي الرديف للطيور، فالطيور تعشق هذه الحرية، والبادية بفضاءاتها الشاسعة بالطبع هي الحاضن الأكبر والرئيس لهذه الطيور، رمز الحرية. وربما عندما يكون الكاتب ابن بيئة معينة، مثلا هنا ابن البادية تحديدا، فإنه يكون أكثر صدقا في تعبيره. صحيح، فالرواية أو الكتابة بصفة عامة هي صدق،
الذين يكتبون لي تحت الطلب أو لغرض ما طبعا ليسوا صادقين، وحينما تكتب بصدق فإنك تعبر عن شعور وأحاسيس الأغلبية التي تقطن معك في نفسي الوطن أو في نفسي التجمع. فالرواية هي مليئة بأنواع الآلام والآمال في الحرية، وهنا كما يقول أحمد اليابوري لا تكاد تخلو رواية عربية من أنواع الاضطهاد والتعذيب، وأيضا من أصناف الصمود. وروايتي لا تخرج عن هذا السياق، هي بالطبع تعبير عن الآلام وتعبير عن أيضا الأعمال. نعم، وفي الرواية أستاذ عبد الغفور خاوة يلاحظ القارئ أنك أيضا استعنت ببعض المقولات أو الأبيات الشعرية لأشخاص ولمبدعين آخرين، مثلا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر لأبو القاسم الشابي، في قلبي زهرة لا يمكن لأحد أن يقطفها، وهو قول لفيكتور هيغو. لماذا استعنت بهذه المقولات؟ هي في الحقيقة ليست مقولات، ليست عتبات، وإنما هي نصوص مصاحبة. فكل مقولة هنا نص قائم بذاته، يلخص كعنوان، يلخص الأحداث القادمة، لكنه يعتبر نصا مرافقا ونصا أيضا قد يكون نصا بلغة النقاد مغلوقا أو مغلقا أو مفتوحا. هذا النص يحتاج إلى قراءة، لكن سأشرح قليلا. فتلك النصوص وتلك العتبات فهي متدرجة من مقولة أولى للمقاوم المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي، وتبدأ بالحرية وتنتهي بإذا الشعب يوما أراد الحياة لأبي القاسم الشابي، معناه أن الحلم الفردي سيصير جماعيا في نهاية المطاف، والحلم بصفة عامة هو حلم بالحرية بالإنعتاق وبكل شيء جميل. لذلك فهي ليست فقط عتبات أو مقولات، إنما هي نصوص ربما هي أعمق من النص الذي كتبت. آخر جملة، هذا تواضع كبير منك أستاذ عبد الغفور، لكن تعبيرك جميل جدا عندما قلت إن كل مقولة هي نص قائم بذاته. بالإضافة إلى روايتك الطيور تغني كي لا تموت، صدرت لك أيضا رواية قبل الجنون بقليل، ولمن قرأ الروايتين معا أعتقد بأنك تستمر في نسق خاص بك اتخذته أو اخترته لنفسك. تماما، فالكتابة قبل كل شيء هي مشروع فكري، فكما يقول النقاد لا يكتب الكاتب طيلة حياته إلا رواية واحدة. مهما تعددت العناوين، مهما تنوعت الكتب، مهما تعددت، ففي نهاية المطاف ما هي إلا فكرة واحدة، سواء في ما قبل الجنون بقليل أو في الطيور تغني كي لا تموت، فهناك نوع من الأمل في غد أفضل، وفي نفس الوقت هناك نقد لواقع غير مرغوب فيه. في الطيور تغني كي لا تموت تحدثت عن مرحلة الاستعمار الفرنسي وما تعرض له المغاربة بصفة عامة، ورمزية هنا المرحلة هي إشارة إلى كل الشعوب التي تعرضت للاضطهاد. لكن الرواية الثانية تتحدث عن الحياة اليومية التي يعيشها شاب مثقف لم يجد شغلا عملا، فتدرج في مجموعة من المهن وذاق العديد من المتاعب، ويعبر عن نفسه، رغم أن العديد من النقاد يقولون أنني أكتب بطريقة الشخصية الواحدة أو البطل الواحد، لكن هذا ليس مهما، فللنقاد كلمتهم تحترم. لكن المهم في نهاية المطاف هو أن المشروع الفكري لكل كاتب أو شاعر أو كيف ما كان نوعه يجب أن يكون متماسكا. وفي كتابتي أحاول أن أحارب القبح، وأحاول أن أخترق كل ما هو
قبيح وميئس، وأنشر الجمال والحب والسلام والوئام وكل ما هو جميل بالنسبة للبشرية جمعها. نعم، وهذا ما يستشفه ويستنتجه القارئ لكل أعمالك، سواء كانت رواية أو قصة أستاذ عبد الغفور. في ختام هذا اللقاء سأسألك عن مشروعك المقبل وأي شكل سيتخذ. والله أستاذتي أنني أقرأ وأكتب بشكل دائم، وأمامي مسودات لمجموعة من القصص ورواية ومجموعة من الأشعار. متى أينعت واحدة من هذه الكتابات والمحاولات سأنشرها، لكن لحد الآن أشتغل على مجموعة قصصية وأشتغل على رواية وأكتب أشعارا أنثرها هنا وهناك. لا أدري، والله لا أدري ما القادم، لكن في غالب الأحيان سيكون مجموعة قصصي لأنها هي الأقرب إلى الإنجاز أو إلى التمام إن شاء الله. ولا شك أن قراءك في انتظار ذلك بغض النظر عن ما سيكون، سواء قصة أو شعرا أو رواية. أتمنى أن أكون عند حسن دائقتهم ودائقتك أستاذتي الفاضلة. شكرا لك. الطيور تغني كي لا تموت، رواية متوفرة في المكتبات، وأتمنى لمستمعينا قراءة ممتعة لها. وأشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الغفور خاوة. تحياتي لك. شكرا لك.